البرد اللي راح يواسيه المكيف الهواء لو كليماتيزور عنده خصوصيات. هذه الخصوصيات اللي راحين يخليو الجهاز المناعي تاعنا يضعف شويه. الخاصيه الاولى هي انه هو هواء بارد وجاف، لاغ فخوا اي سيك. الجهاز التنفسي كامل تاعنا يكون مبطن بمخاط، سي لا ميكوز. هاد لا ميكوز تحب هي شويه رطوبه، تحب الاماكن شويه تكون سخونه وشويه رطبه باش تقدر يعني تقدر الفا اكروشي كامل الميكروبات، كامل الجراثيم، كامل مسببات تانيك تاع الحساسيه، لي زاليرجين كاملين. كي تكون هي رطبه هكذا راح تقدر تحكمهم وما تخليهمش يمشيو ويدخلوا في الجهاز تاعنا. اكزاكتومون، سي ان فيلتر، سي ان فيلتر ناتوريل. نحن نعيطوا لهم دي باريير ميكانيك. وكي عندنا يكون الهواء جاف بزاف، هذا لو فيلتر ميكانيك راح نفال ديكابي، راح نحيولوا كامل هذاك المخاط هذاك. الحاجه الاولى ميم كي ما نمرضوش بسبب المكيف، الحاجه الاولى اللي راح نلاحظوها انه يكونوا ناشفين كلش، العينين ينشفوا، الانف ينشف، الحنجره تنشف، وحتى الصدر يعني نحسوه شويه ناشف. هذا راهو يعني السبب تاعو هو هذا الجفاف هدايا. الجفاف هدايا كما قلت لكم ماشي هو اللي راح يمرض، ولكن يخلي الفيروسات والبكتيريات هما اللي راح يخليهم اذا كانوا شويه برك في الهواء تمتم يحكموا كما نقولوا في المريض، وراحين ينجموا عليه الامراض اللي راحين نعرفوها. بصفه عامه عندنا مشكلين كبار اللي راح يخلفهم المكيف الهواء. الاول هي مشكل حساسيه، والثاني هو مشاكل يعني امراض معديه، بكتيريا، فيروس، اكسيتيرا.